جينا لكم عالي بفكار ومعاني ندخل بها ثاني من دون أي أسرار وبين القصص بنعيش عقال ودراويش ما يهمنا التشويش بانس قلب الأفكار للي عارف لي صار معاكم دور أصحاب للي عارف لي صار معاكم دور أصحاب تعال نعكس دي الصورة نلعب ونجيبها فورة ونخلي الضحكة محفورة هذا شوية فن واستوى سيب الجوال والشبكة وخلنا نسمع الضحكة تابع معنا الحبكة جيناكم بقور صحاب شوف واستمتع معنا المتع بنخليك تضحك والحزن تودع بسلوب راقي عندنا حتلاقي الابداع والابداع بإخرجنا باقي ولا تتفاجئ ولا تحتار هيا كزة النار هيا يلا نكزة النار انا بروح يمين بلحق الفرقه انت بتروح يسار وتشوف منطقه وما تلاقى عندكم العصابه علم احذر المنطقه خطيره علم لمك عند اثنين حول ارسل انا الان قريب من ركن الحافه كيف الوضع عندك الوضع مستقر علم وكر العصابه يبعد عنك نص كيلو متر علم جاهز للانسحاب اي حركه مفاجئه اطلق النار مكرر الحافة دي خطيرة علم فين راح الولاد يا عمر والله لو مدين الدار يا عمر نعلقك من جامعك في المروحة تعال نقول لك اوقف مكانك اوقف اوقف مكانك رفع ايدك لفوق ما برفع شيء اقول لك ارفع ايدك لفوق ليكون انتم عادكم بغيتوا عمر سرق عليكم شيء يا ولدي عمر من قلنا مستحملين ويأخذ الباقي حق الروتي دحين استجرى عاد ويأخذ من الكمار عدي بالله لو انت مكاني يا ولدي وابتلقي كيقول لي وابتلقي مشي شيك امشي بمشي وعم انتظرك تعال 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 يا عمر الى مقتحم واحد هل هناك اشكاليات الوضع تحت السيطرة مشاكل عائلية علم ارفع يدك فوق ارفع يدك فوق ارفع يدك فوق المكان كله محاصر احنا قدنا محاصر هنا بعدنا قاعد محاصر من هنا ما يقعجب وذي الحين وقت لقي انت الحين واحد فاك السبته حقه ومقابل الستره ذي وابي يلقي بيخترع بيلقي الحين وانت بكلام هذا بقول لك استهبل بيا استهبل ما نستهبل بك الله يصلحك الحين وين لقينا تشوفنا انت خلاص روح يلا روح يلا ونروح وين تقول لي عندك البول ممنوع هنا ها ممنوع ها ممنوع نروح وين بدنا روح داركم يا اخي روح بل داركم روح بل هذه شغله ده عندي حول مقتحم واحد هل هناك عراقيل ولا اي حاجه الوضع تحت السيطره امور طيبه يا قلبي جعلت قدرك كيف الحب لي زعلك لا 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 سلم نفسك ارفع يدك لفوق انبطح يلا شين انبطح امانة قدنا من الصباح باطعين بلا عمل نقول لك سلم نفسك مكان كله محاصر تقوى الله يا جماعة الخير نشتين خزن زي الناس نشتين كيف ما لكم واحد بيطلع واحد بينزل زي الجن اين حقوق المخزنين الحين انت يانس مكان مهريض تخزن فيه اي انا هجيب لك عمل يلا اطلب الله يا ابن الحلال الحين تعرض نفسك وتعرض نحن للخطر اجي من خطر بتقولوا علي اطلب الله اقول لك مكان غيري هؤلاء جن ايه ها سيب سيب ارسل لك رب شي
باقي شيء ما انا داري بتقولوها. وعيب عليك معي التحديد حقها دحين الجديد حقه. والله والله عاد انزل. وعيب عليك ومشيت شي عالك. واه ببجي انت هات شي غير ببجي. والله والله واه العبد العبد شوفها وانا عن اللي دحين نزلته ومعي حقها من الملف حق التأثير عنا. من اللي نقول لك من داهم الملف معي. واه شيرت ارفع يدك فوق ارفع يدك فوق ارفع كله تمام يا فندم. شوية عيال معهم محتوى لتبادل على الجوال. أيوة نعم. علم. غبينا غبينا. من دي. وين بتشرد؟ باجيبك يعني باجيبك. ألو. مكتح موعد. هل تسمعني؟ ألو ألو. جينا لكم عاني بفكار ومعاني ندخل بها ثاني من دون أي أسرار وبين القصص بنعيش عقال ودراويش ما يهمنا التشويش بانس قلب الأفكار للي عارف لي صار معاكم قصحار للي عارف لي صار معاكم قصحار تعال نعكس دي الصورة نلعب ونجيبها فورة ونخلي الضحكة محفورة هذا شوية فن واستوى سيب الجوال والشبكة وخلنا نسمع الضحكة تابع معنا الحبكة جيناكم بقرص حار شوف واستمتع معنا المتع بنخليك تضحك والحزن تودع بسلوب راقي عندنا حتلاقي الإبداع والإبداع بإخرجنا باقي ولا تتفاجئ ولا تحتار هيا كزت النار يلا نكزت النار